يدير الخرجة الإعلامية باش يربح المصريين، باش يربح المصريين، باش ما يقولولوش ما نلعبوش ضدك، باش يلعب بالخريطة ضد مصر ضد الزمالك. هذه اللي خلاته يخرج ويدير لا كريم للمصريين، ومصريين خاوتي وابو ريده خا وخالي وليد عمي وصحابي، ولعبوا معايا وقريت معاهم ونعرفهم، وانا قلت لهم ونعطيكم ودوها وزيدوا دو، وانا الاهلي ما حقرتهمش. لا هذه هي خايف من الزمالك لا يرفضوا ما يلعبوش ضده في النهائي. هذه هي بص اول حاجه عايز بس افهمك حاجه. فوز لجع قام بتسجيل الحوار الصحفي في التلفزيون المصري اثناء كاس الكان للفوتسال، كاس الامم الافريقيه داخل القاعه، قبل ما اتحاد العاصمه ينسحب، قبل ما نهضه بركان يسافر الى الجزائر. يعني فوز لجع ما حاولش ان هو يصالحنا وهو يستعطفنا ويقرب مننا عشان ما ننسحبش زي ما انت بتقول كده. وانا عايز اقول لك على حاجه، لو المغرب ضمت مش بس الصحراء المغربية، لو ضمت صحراء الجزائر لخريطتها هنلعب برضه، هنلعب مش هننسحب. لو المغرب عملت خريطة فيها الجزائر كلها وتونس وليبيا برضه هنلعب. أقول لك على حاجة، لو المغرب عملت خريطة تشمل مصر بأكملها بالأهرامات بنهر النيل بكل حاجة برضه هنلعب. يعني عارف ليه؟ عشان هم ناس طيبين، ناس محترمين، والله اعلم بالنوايا. فالزمالك مستحيل ينسحب، يعني مش محتاج فوز لجع ان هو يقرب مننا ويكسب حبنا واحترامنا، لان احنا كده كده بنحبه وكده كده بنحب المغرب، فهو مش محتاج يعمل اي مجهود عشان يكسبنا، لان هو كسبنا والمغرب كلها كسبانه من غير اي مجهود باخلاقهم واحترامهم. ده اول حاجه عايز ارد عليها، لان هو يعني اخونا الجزائري ده مش عارف بصراحه اين عقله. تعالوا بس نسمع بقيه كلامه. سمعتوا التاليه ولا ما سمعتوهاش؟ طاس كاتب لاكاف قال لهم اوكي، رفضتوا الطالب تاع ليزمار، رفضتوا الطالب تاع الاتحاديه، رفضتوا الطالب تاع الجزائر، قولوا لنا على ماذا اعتمدتوا، ما هو السند القانوني اللي اعتمدته باش تصرحوا فريق تاع القجاع باش يلعب بالخارطة الوهمية. قالوا لهم اعطونا السند القانوني. شا قالوا لهم بديما شا قالوا لهم؟ قالوا لهم ديروا لنا وقت اضافي. اعطونا وقت اضافي. ابا جاري في بنغلاديش وما كانش جاري. هذه ما كانش كاع دي كاع ما صراتش هذه. والله العظيم انا بحسد المغاربه، بحسد المغاربه انهم عندهم جار مضحك كهذا. والله العظيم الحمد لله على نعمه الجار المضحك اللي بيضحك الشعوب العربيه كلها والامه الاسلاميه كلها. يعني بص انا عايز افهمك حاجه، اولا الشائعه اللي بتقول ان الكاف في ورطه وانك عامل عنوان في الفيديو يجذب الناس وان انك انتصرت وان الجزائر انتصرت، الكاف مش في ورطه ولا حاجه، بالعكس. والطاس ما طلبتش استفسار قانوني من الكاف على فوز نهضه بركان وقرارها في اقصاء اتحاد العاصمه، بالعكس جدا. يعني انا اقول لك السند القانوني، السند القانوني هو ان السلطات الجزائريه احتجزت قمصان نهضه بركان بدون وجه حق. ده سند قانوني في حد ذاته كافي. السبب القانوني الثاني انك انت انسحبت لما ذهبت الى المغرب برضه بدون اي اسباب. بس هتقول لي خريطه وشعائر سياسيه، اقول لك انت مالك؟ هي ولا خريطة بلدك ولا أهلك ولا ليك متر واحد في الصحراء ولا قضية تخصك أصلا، أنت مالك؟ أبسط ما فيها خالص. فكونك بقى أنك عملت ما علينا ما علينا، لأن حتى التعليقات مضحكة يعني.